والله لما كنا بسوريا غير كان الوضع، كنا بسوريا بننزل هالمساء العشية على السوق، بنجيب الحلو، بنجيب هاللحمة تازة، بنجيب الفروج تازة، بنطبخ كل شيء، يعني نسوي رز وفروج، نعمل محشي، نعمل كبة، نعمل شيش برك، نعمل هلا ما يعني الشي صار على قده. مرات نعمله بخضرة، مرات نعمله على خضرة. يعني من هالكرتون تتجينا نفضل انه نسوي عشانه، هذا هالموجود شايف انه يسلمونا خبز، يسلمونا معلبات، نسويهن لهالولاد هذول صغار صايمين، انه احنا نتحملهم وما يتحملون. تفرق كثير انه اهلنا وكل شيء انه نفقده، يعني نفقد شغلات كثير، اهلنا اللي انا 9 سنين مشردين ما نشوفه، يعني نفقد كثير، اهلنا ما تام كل شيء، يعني تغير عليه، بيوتنا راحت، اغراضنا راحت، يعني عاد الولاد لباس ما جبنا لهم، يعني لباس حتى الولاد ما جبنا لهم، يعني يعيدون باللباس هذا، ويعيننا الله، يعني ما راح يمر علينا انه عيدوا. كل شيء انه تقدرين تأمنين لاولادك، الحزان اولادي عندي ولد واحد وثلاث بنات، ماني قدران اسوي لهم شيء، اذا بدات بخط طبخه هاي بندورة وبطاطا بس شنو مسوي لهم اياها، مسويها مثل الصينيه، اني شوف اولادي كلهم صايمين، يعني اخر النهار اني ما امن اجيب لهم لقمه، لو كان ببيتنا كنا عايشين بجنه الله. يكفي شايفه انش قاعده ببيتش بامان واستقرار، ويفوت عليك اهلك، انا مات ابوي، ماتت امي، ما شفت حدا، اخواتي ما لي حدا يتينا. يعني شو كنا اول وقت العيد انه نجهز قبل من اول ما نصوم برمضان، نجهز الكعك، نجهز الحلويات، نجهز كل شيء، انه قبل ما نصوم نروح نجيب هدوم للاولاد، احس خالص ما في شيء، احنا مكيفين على حالنا، انه مثلا لاجئين ما احنا مكيفين على حالنا، بالعكس احنا شفاء لو اليوم قبل بكره نرجع، احنا لو انه استقرار وشي نرجع انا شفاء مستعد اكل من التراب السوري بس ارجع.